نشاط وطني جعله أبرز من مماثلي. نشأ بحي العباسية، تخرج في كلية الهندسة قسم الميكانيكا جامعة عين شمس، وفي غضون فترة دراسته انتخب رئيسا لاتحاد طلاب كلية الهندسة في الفترة من عام 1971 حتى 1973، كما انتخب لعضوية المكتب التنفيذي باتحاد طلاب مصر لمدة عامين. عقب تخرجه التحق للعمل في شركة المقاولون العرب بالورش المركزية فرع شبرا. قام بتأسيس شركة هندسية مع بعض الأصدقاء عقب بدء العمل في القطاع الخاص. أسس النبراوي جبهة مهندسين ضد الحراسة عام 2003، وشارك في تظاهرات سردت مطالبا أهمها رفع الحراسة وإجراء انتخابات، حتى نال وزملاؤه حكما تاريخيا عام 2009. كما كان مناهضا لمشروع التوريث قبيل ثورة 25 من يناير، علاوة على كونه ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني. تقلد مناصب هامة منها، كما تولى منصب نائب رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر. وأخيرا في إبريل نيسان عام 2014 تم انتخابه نقيبا للمهندسين، ولا زال في سدة الحكم حتى اللحظة.